السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. زي ما انتم عارفين بدأنا مسابقة المليون معجب قبل فترة بسيطة، وزي ما وعدناكم وزعنا أكثر من 100 جائزة على اللي فازوا معنا بمسابقة لف العجلة. طبعا بس المرة هذه جبنا عجلة أكبر بكثير من المرة اللي فاتت، دخلوا معنا في السحب 650 شخص على السيارة الكبيرة أوريون. طبعا يشرفني أن أستضيف الدكتور عادل عزت المدير التنفيذي لشركة تويوتا في قسم التسويق، وهيقوم هو بالسحب. تفضل دكتور عادل. أشكركم حقيقة على التواصل وعلى الإعجاب بصفحتنا، وأتمنى إن شاء الله المليون معجب يكونوا في السنة القادمة 5 مليون معجب. سنسعى جاهدين أنه نزيد أواصر التواصل وسبل التواصل معكم، وأنكم تكونوا سعيدين وفخورين باقتنائكم بسيارات تويوتا، وسعيدين وفخورين بتواصلكم مع صفحتنا في الفيسبوك. شكرا لكم من القلب ورمضان جميل. يلا نسأل الله عز وجل إن شاء الله يبارك للفائز. ألف ألف مبروك لمحمد إسماعيل الفوز، فاز معانا بسيارة أوريون، الله يبارك له إن شاء الله. وطبعاً الباقيين اللي ما فازوا استمروا في متابعتكم لصفحة تويوتا، دائماً عندنا جوائز، دائماً عندنا مفاجآت، ورمضانكم جميل إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. شكراً.